مساء الخير عليكم، اهلا بكم. مساء الخير عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم بنت البلد. النهارده هنتكلم مع بعض عن قريه اسمها قريه عدنان، تابعه لمحافظه المنوفيه. القريه دي عايشه غير ادميه بالمره. نطلع نشوف تقرير ونرجع لكم تاني، ابقوا معانا. ومن داخل قريه عدنان تابعه محافظه المنوفيه نزلنا بكاميرا ادق التفاصيل لنكشف هذه المعاناه، ابقوا معنا. طبعا انا بناشد الساده النواب تابع لقريه عدنان، بقول لهم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن داخل منزل الحاجه اتعرف بيكي. اسم حضرتك؟ اسمي ساميه صابر علي. ممكن تحكي لي حاله بنتك دي الاول؟ هي عندها كام سنه؟ هي دلوقتي عندها 8 سنين. عندها 8 سنين؟ كده عندها 4. حصل لها ارتخاخ كده في جسمها، في رجليها، مش قادره تطلع على سلم وكده. رحت كشفت عليها في دكتور اسمه محمد في اكتوبر. يعني ده دكتور خاص؟ ايوه دكتور. مفيش مستشفى هنا في المكان؟ لا مفيش مستشفى. وجيت بعد ما كشفت عليها ادالها علاج دباكين. راح قال له، جيت قلت له يا دكتور ده هي بتجيلها رحشه كده. قال لي ده كده الكهرباء عندها اتلخبط. ورحت مشيت معاه سنتين لقيت حالتها بتتدهور، سبته. رحت مدينة نصر بقى للدكتور علي النبوي ده، مشيت معاه بالعلاج وعملت إشعة، راح قال لي ده هي عندها ضمور في الخلايا. عندها ضمور في خلايا المخ. بس. طيب، وطبعا ده دكتور خاص. جوز حضرتك شغال ايه؟ دكتور حضرتك شغال على دراع. يعني جوز حضرتك شغال على الله؟ الله. ما فيش حد هنا بيساعدك في المكان ولا كده؟ لا ما حدش بيساعدني. جيت اخد علاج طبيعي، رحت هنا الناس في العزبة اللي هم عاملين جمعية وكده، ما حدش سأل فيه، فقلت ربنا المستعان. طبعا احنا شايفين والموضوع هنا صعب جدا، ودي حالة من ضمن الحالات اللي انا عارضها عليكم. موضوع صعب جدا فعلا، وفي معاناة فظيعة. طبعا انا برجع تاني بناشد السادة النواب، ارحموا في الارض يرحمكم من في السماء. ما فيهاش حاجة، لو عملت في مستشفى لكرة زي دي وهتلاقي تبرعات وهتلاقي ناس تقف جنبك، بس اعمل الخطوة الاولى. طبعا الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي وفر حياة كريمة، وفر حاجات جميلة جدا، منع العشوائيات، بقى في كباري. طبعا انا وصلت البلد دي، انا اللي هو من قبل طبعا ما يكون هو موجود ممكن كنت اوصلها في ساعات، انا وصلتها الحمد لله في وقت زمني قليل جدا. طبعا لازم كلنا نساعده ونقف جنبه، هو مش هينزل يباشر كل حاجة بنفسه. انا بناشد النهاردة السادة النواب بالكرة، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. معنا ايمان من داخل القرية، هتكلم معنا في ادق التفاصيل. ايمان ازيك؟ الحمد لله. ايمان احنا عايزين نعرف يعني حرفيا المعاناة اللي هنا، تمام؟ طبعا انا شايفه بعناية اللي بيحصل، وصورت طبعا مع حاله واثنين وثلاثه، بس عايزين نعرف منك اكتر ايه اللي بيحصل. الصراحه كتير، في منهم طفله مكه للاسف عشان اهمال اتوفت لها اسبوع، وانا ما كنتش عارف ان اتوفت غير ما قالت ستها دي مكه توفت. دي حقيقي. اما كل حاله صعبه صعبة عن التانية. يعني عندك حالة ليها 31 سنة محبوسة، ويعني منظر. يعني ايه محبوسة؟ قافلين عليها عشان ما تطلعش بره. عاوز عليك لو شفتيها مش هتصدقي. مفيش حد بيتعاون هنا في البلد؟ مفيش جمعيات خيرية؟ مفيش في ولا مفيش حد بيتعاون؟ لا مفيش حد بيقف معانا. يعني في جمعيات بس مفيش تعاون؟ كانت دي خف، كان غيرها خف. لا عندنا صرف صحي ولا عندنا مية، وحتى الميه بتتباع، الميه هنا بتتباع. مين بيبيع الميه؟ بيشتروها، يعني احنا بنشتري الازازه بجنيه، ولينا ساعه او ساعتين ثلاثه الميه تشتغل، بعد كده ممكن ما تعرفيش تمي، ممكن ما تاخديش ميه خالص. نشدتوا المسؤولين ولا انتم متجاهلين الموضوع؟ لا قلت للجهاز وقلت للناس كلها، حتى وزير الصحه قلت، اتكلمت في الصف، لكن مين هيقف جنبك؟ لازم اتكلمتي بصوت مين؟ صوت بمفردك؟ بصوت الناس. قلت حد يجي يشوفهم، مفيش حد جه صور معاهم هنا قبل كده؟ لا مفيش غير حضرتك بس. طيب انت وصلتي لي ازاي؟ بالمدام، قالت لي انا هجيب لك حد كويس يقف جنبكم.
انت حضرتك يا رب ما قصرتيش. واللي بيقف مع الناس ربنا طبعا قبل اي حد. وطبعا ارجع واقول تاني بناشد الساده النواب مسؤولين عن القريه، يعني نسلط الضوء شويه على الناس ديت. الناس دي غلابه وفعلا محتاجه كلاب المعاناه. كلاب برضه؟ لا انا اسال ايه الكلاب. ايه الكلاب؟ الكلاب دي بتبقى كميه ما تتصوريش، كتير كلاب كتير عندنا، كتير سواء الصبح بدري او بالليل تلاقي حرب ماشي عندنا. بتاذي حد؟ ايوه وبتعضه، وفي بتاكله، وفي طفله عضته وسحبته المنطقه فوق ولا ولعوا نار، ما كانش الطفل والعيل ما كانش خدوه. طب المكان هنا تابع لمركز ايه؟ جهاز السادات. تبع ايه؟ الجهاز بيبقى السادات. عشان تبقى عارفه كل ده محدش شايفنا، احنا عاوزين حد يشوفنا، حد يقف مع الناس دي معانا كلنا. لو واحده مثلا ربنا هيقف معاك قبل اي حد. الله يبارك لي. لو واحده من اللي انت شايفاهم دول حد يقف يبقى في رحمه. مفيش رحمه والله، ما في رحمه والله. لو شفت البنت تمسكي الجهاز كده في دماغها مسدود من الميه وبترجع، عشان كل ما تدوس ترجع ميه مزنوقه في مخها. الناس دي لما بتتعب بتروح فين؟ عادي بيقول لنا روحوا روحوا بلدكم. طب احنا لينا 10 سنين ولا 15 سنه هنروح بلدنا؟ في واحده اللي موتينها لها 5 سنين وهي حيه وعندها 3 اطفال عيانين، قولي لي نعمل ايه؟ وعاوزه تعمل معاش تاكل، تاكل هي عيال وجوزها بعد عنك طلع له اورام في دراعها. قولي لي بالله عليك نعمل ايه؟ لو ما حدش شافنا مين هيقف جنبنا؟ بس بس والله العظيم تتفاجئين ان في ناس كتير تصحاني يقف جنبهم ومفيش حد يقف جنبهم. بعد ما لو وقف جنبهم كان عبر الناس العيال. احنا مش بنقول فلوس، احنا بنقول حد يقف جنبنا. لما واحد يقول لك الموقف صعب، الموقف صعب، روحي بلدك تعمل. الموقف صعب، لازم نسلط الضوء على الناس دي. الموقف صعب. تعملي ازاي تروحي البلد عشان تروحي تعملي تامين للطفل عشان تعمل عمليه او تكشف؟ قولي لي بالله عليكي. واحده ما هي تقول لك ما نعملش معاش، يعني انا قاعد ورا يقول لك لا مالكيش ما تستحقيش عشان جوزك عايش. طب احنا بناخد كحولك وهي مين اللي عندها ورم؟ انت؟ اه فيعني انت تعبانه وعندك ورم وبتساعدي الناس؟ ايوه نفسي الناس كلها تخف، نفسي ان احنا نبقى كويسين، القريه بتاعتنا تبقى كويسه، نفسي نعيش زي الناس. امال ليه بتقولوا حياه كريمه؟ ليه قولي لي بالله عليك بتقولوا حياه كريمه ايه؟ معناها ايه؟ قولي لي. هو الرئيس طبعا يعني نشكره وبندعمه. ما قلتش حاجه، بس احنا هو لا 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 هو مش هينزل بلد بلد ويدور ويشوف، لان طبعا هو في حاجات كتير، في حاجات كتير. احنا بنناشد هنا الساده النواب عن الكره، بنناشد الساده النواب عن الكره. ماشي. وانا بناشد اي حد يجي يشوف الحالات دي بنفسه، يجي يقف جنبهم. احنا مش عاوزين فلوس، انا عاوزه كل حاله تعمل عمليه، يعني في تعملي القرار مره واتنين وما تعمليش عمليه، خلي بالك يعني كذا حاله تبقى واقفه محلك سر. يعني ذنبها ايه تبقى نايمه كده؟ هي محتاجه دكتور يبقى كويس، واكيد لو لقيت دكتور كويس هتخف، صدقيني دي الحقيقه. لكن لما كل واحد يقف ان شاء الله صوتكم يوصل، ان شاء الله صوتكم يوصل، واكيد باذن الله ربنا هيقدم ايده ليكم قبل اي حد. خليك يا رب ان شاء الله. تسلمي لي بركة. ربنا يخليكي رندا. طبعا انا بشكرك اللي انت وصلتيني المكان دوت، وقد ايه انت حد جميل. تسلمي يا استاذه سما. والله العظيم يعني الحاجات الواحد اللي شافها النهارده حاجه يعني توجع القلب. وانا فرحانه انا شفتك يا ايمان النهارده، وتليفوناتك اللي بتتصلي لي بيها والفيديوهات اللي بعتها لي دي كلها خلتني اركب واجيلي لحد عندك انا واستاذه سما وكل اللي جم معايا دول بشكرهم. وان شاء الله هم سامعينك دلوقتي ويتواصلوا معاكي، وباذن الله يبقى السبب خير كده وكل الحاجات اللي نفسكم فيها تتحقق ويشفي كل مريض يا رب. حبيبتي ان شاء الله. عشان كده خالص جزاكي كل خير. ربنا يخليكي ان شاء الله صوتك يوصل باذن الله. يا رب يا رب. انا مش عاوزه اكتر. اسمك ايه؟ رحمه. سنه كام يا رحمه؟ تانيه. سنه تانيه؟ رحمه مالها؟ رحمه معجله متبعله في جبين. اللي تبع في جبين؟ اه. في الكلى مالها؟ مع الكلى. عندها الميه ما بتسربش كلها، كميات الميه ما بتسربهاش. يعني المفروض ان مجهود الميه كله تشربه تسربه، ما بيسربوش. لكن ما عندها بيركن، عندها على الكلى. عندها كرات الدم الحمراء اكتر حاجه بتسرب مع الدم. تنزل في البول على طول حمراء حمراء على طول، يعني لازم نقول لها على طول عشان نعوض لها. كرات الدم الحمراء. وعندها الزلال نسبته عاليه مع الكلى. هو ده اللي تعبها وضعفها. العلاج بنجيبه على حسابنا. بابا شغال ارزاق على الله، يوم فيه و10 لا. المكان هنا اسمه ايه والقريه دي تبع ايه؟ المدني قريه 84.
احنا مأجرين هنا وقاعدين، مش بيتنا ده. تبع ايه؟ تبع عدمان المدني. تبع محافظة ايه؟ تبع قرية المنوفية. تبع المنوفية والسادات هنا. بعدين هنا بالإيجار، يعني مش بيتنا. بندفعوا نص 700 جنيه غير الكهرباء. ويدي في المدرسة، بنحللها التحليلات كل أسبوع على حسابي. العلاج بنجيبه كله على حسابي، يعني بجيبه على حسابي، ملهاش معاش. مش معمول لها معاش ولا معمول لها أي حاجة. كل علاجة بجيبه على حسابي. طب أنتِ رحتي تعملي معاش وحد رفض ولا أنتِ ما حاولتيش؟ لا ما حاولتش بصراحة، ما حاولتش نروح. طب أنتِ ما تعرفيش إن الريس مقدم تكافل وكرامة، حياة كريمة. أنا عاملاه أنا بس الأم بعيالها. مع الزوج على قد حالته، انما ليها لا. طب ما هي بنتك. يبقى انت اخده ليها. هي نازله معايا بس قبل التعب يعني والكلام ده. تكافل وكرامه ده بقاله سنين يعني عاملينه، بقالنا جه 3 سنين كده او 4 سنين ماشيين فيه. انما هي لها اي معاش تاني لا. العلاج كله من جوه على حسابنا، كل اسبوع لازم اني اعمل لها تحاليل. فساعات عشان مقدره الظروف وكده ساعات ما بعملش. انا من شهر 4 ما روحتش بيها معهد الكلى من شبيه عشان الظروف، لاني لازم نروح بالتحاليل، ناخد التحاليل نروح بيها، يشوفوا الحاله وصلت لايه، مرحله وصلت لايه، يشوف التحاليل اللي معايا القديمه على الجديده مرحلتها بتوصل لقد ايه، وبنتابع. بنيجي نروح ونرجع تقول قرار التحاليل تاني بعد اسبوعين تعليم، قرار العلاجات تخلص بعد 15 يوم نروح ونيجي على طول. مفيش اي جمعيات هنا بتساهم معاكم؟ مفيش حد هنا بيساعد في اي حاجه. مفيش يعني في جمعيات ولا لا؟ في جمعيات بس محدش بيساعد هنا مع حد في حاجه، محدش بيدي لحد حاجه هنا. هي انا متابعه لها على حسابي كله. علاجها. انت رحتي الجمعيات وحد رفض يساعدك؟ رحت. قالوا لازم انت تجيبي حد من هنا لحالتها والكده. فبصراحه جبت من هنا بس محدش ادانا وعد نافع. فعشان كده ما عدتش بنروح لحد. بالنسبه للجمعيات يعني. يعني احنا عندنا هنا في السادات في ال11 وفي كل حته الجمعيات. رحت كذا مره قالوا لازم انت تجيبي حد من القريه يقول ايه حالكم وايه وضعكم. قلت لهم انا جوزي شغال ارزاق على الله. يوم فيه و10 لا. فاخر ما زهقت قلت لا مش هلف تاني لحد ومش هزل لنفس الحد واروح. فانا بنروح لها بالتحاليل على طول، لازم التحاليل هي اللي بتوصل الطفله ديت لمرحلتها ايه. فانا بنركن تحاليلها معايا على طول، ما برمهاش، بركنها عشان لما اروح للدكتور في معهد الكلى كل يوم خميس. في اوراق تقدري توريها لي دلوقتي؟ فيه التحاليل كلها معايا بتاعت الطفله. دي تحاليل واشاعات بتاعتها؟ انت بتقولي باباها ارزقي. ارزقي على الله. مفيش حد بيساعدك ولا جمعيات ولا اي حد؟ لا لا محدش بيساعدنا في اي حاجه ولا جمعيات ولا حاجه. هو بس ال 440 اللي انا بنقبضهم. بس بودي كام؟ 440. معاكي كام طفل؟ معايا 3 بنات. الساده النواب اسمها ايه؟ رحمه. رحمه تونا عاطف تونا سلطان. تحاليل الرحمه، يعني محتاجين الرحمه من ربنا قبل اي حاجه. يعني مفيش اي كلام تاني. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مفيش كلام تاني. راجل على باب الله بياخد تكافل وكرامه، هيكفي ايه ولا ايه؟ المفروض يبقى في مستشفى في المكان ده، عياده. عايزين نسلط الضوء شويه، عايزين نسلط الضوء شويه على المكان هنا. معلش المكان تاني هنا اسمه ايه؟ قريه عدمان المدني تبع السادات. عدمان المدني. عدمان المدني تبع السادات. منوفيه. ممكن اقول حاجه برضه؟ تعالي اتفضلي. تعالي اتفضلي تعالي. انا عاوزه بس اقول لهم حاجه. اتفضلي. لولا احنا طلعنا وجبنا عملنا صفحه والناس شافت الحالات محدش يقف معايا، لان احنا محتاجين عشان تبقى عارفه حاجات كتير. لو دورت على القريه هتلاقي محتاجين ميه. الميه بتشيل ازازه بجنيه ماشي. الميه بتطلع لنا بالساعه والاثنين، وساعات ممكن نقعد باليومين ما تضيش ميه. حاجات كتير ناقصه عندنا. يعني لو حد قدم لكم هنا خطوه بدايه تقدروا كلكم تساعدوه تتعاونوا معاه. ايدي على كتفك. الناس اللي عاوزه تعمل عمليات واللي زي الطفله دي كتير منها مات. مين هيشوفنا غير انتوا؟ مين قولي لي بالله عليكي؟ مين هيقف جنبنا؟ لو دورت احنا اخر حاجه القريه دي. انا ما اقول لحد بيقول لي ما نعرفهاش. مش مذكورين. فعلا انا عن نفسي انا اول مره اشوف المكان ده. اديكي شفتي. لولا احنا قلنا لك تعالي شوفينا والله كتر خيركم كلكم ما كنتوش هتعرفونا. ولو دخلت لجوه كله كده هشوف اكتر من كده. يعني لو كل ما هتمشي كده هشوف اكتر من كده. اوحش حاجه كده. يعني عندك الوحده ديت تحت كشف كده، انما العيل لما بيتعب ولا بيعي بنخش السادات. صيدليه بتفتح من الساعه 10 ومفيش غيرها. يعني احنا المفروض لينا صيدليه، لينا وحده، لينا سوق، لينا حاجه تتعمل للبنات اللي بتطلع في الفجر ماشي وبتسمع حاجات وسخه. انا في حاله دلوقتي، انا في حاله دلوقتي ما قدرتش اصور معاها. ايوه في حاله دلوقتي انا ما قدرتش اصور معاها. حالتها صعبه يعني.
هو شبه عنده صرع، عنده ضمور في خلايا المخ من قله اخدان علاجه، حالته صعبه جدا. هو خد يعني بلازما هو صغير، مع احترامي ليك، خد بلازما هو صغير اثرت على المخ، فعملت له القفل على طول 31 سنه تقفل عليه، اكيد لازم السرع. ما بيشوفش ناس، هيكلم مين؟ يا ما هو مقفول، هم قافلين عليه عشان حالته صعبه، عشان العلاج، وان هو مش متوفر اي حاجه هنا ان هو يتعالج فيها، ولو طلع لحد ممكن يهبشه. يبقى في ايه تاني يعني شفتيها دي بالوضع ده؟ يعني لو شفت المنظر انت كده شفتيه بالراحه، لكن لو شفتيه صح وهو ما بيلبسش حاجه قاعد كده، احنا عاوزين حد يشوف، عاوزين حد يشوف. بتقدموا رساله للساده النواب، تقولوا لهم ايه اللي انتوا بتديهم صوتكم؟ للاسف ما حدش شايف، معلش ما حدش شايف، ولا حد لا شايف الناس العيانه ولا شايف الرحمه عندنا. يعني المفروض ان يبقى في رحمه لينا احنا العيانين، سواء العيشه سواء كل حاجه عندنا، مش مفيش مكان على الوضع اللي انتوا فيه دوت. لو حد رشح نفسه هتدي له صوتك تاني؟ مش هدي حد حقاش يقف جنبنا، انا عاوز حد يقف جنبنا. هو ايه الخوف ان مفيش حد واقف جنبنا؟ قولي لي، الناس كتير اغلبتها خايفه، لو قلتي حد تعالى صور ما كانش، انا ما عنديش حاجه اخاف منها. يتمت الاهل. يعني ايه يتيمة الاهل؟ يعني ما عنديش حد خايف، يعني انا مثلا انا عيانه ماشي، ولا لو مش حاسه بيهم ما اقولش تعالوا شوفوهم، لكن لو جبت حد تاني مش هيحس بيهم، مش هيعرف. يعني انت كل الناس دي ما تقرب لكيش، الناس دي جيران؟ ابدا، كل الناس دي اللي بجري معاها والله العظيم يستاهلوا ان يقفوا جنبهم. انا شايفه هنا في البلد حالات صعبه جدا، كلها امراض فشل كلوي وصرع و رجل وحاجات كتير. انت لو دورتي وحاجات وسرطان، حاجات يعني حاجات غريبه وفي القريه. طبعا احنا لو نزلنا عملنا مستشفى، عملنا اي حاجه في البلد دي، الحالات دي مش هتوصل لكده. انا بجد انا في قمه الحزن، انا مش قادره اتكلم بصراحه. وطبعا بعد ما رجعنا وشفنا المأساة ديت، الموضوع صعب. انا راجعة نفسيتي طبعا يعني حزينة على اللي انا شفته، ونفسيتي متدمرة. قبل اي حاجة انا بحمد ربنا، وبعد كده بناشد صحاب القلوب الرحيمة، اللي يقدر يعمل اي حاجة مع الناس ديت ما يتأخرش عنها. طبعا عايزين نتاجر مع ربنا، ما حدش يقول الناس دي بعيدة او ما عملش حاجة، او صدقني والله العظيم الدنيا رايحة باللي عليها، النهاردة مش زي بكرة والدنيا رايحة. عايزين كلنا نقف مع الناس ديت والسادة المسؤولين، السادة النواب. موضوع صعب، موضوع صعب. يعني ايه مكان ما فيهوش مستشفى، ما فيهوش عيادة، الناس دي بتموت حرفيا. يعني اللي بيتعب، موضوع صعب بجد. يعني عايزين نبص للناس ديت، عايزين نسلط الضوء عليهم. وبتمنى يكون في خطوة إيجابية. طبعا زي ما شفنا الموضوع صعب، صعب جدا. وطبعا انا بناشد المسؤولين عن الكرة، الناس دي محتاجه تسليط الضوء عليهم. احنا مش بنطلب مستشفى، احنا بنطلب وحده صحيه. الناس دي محتاجه وحده اسعاف. الناس دي على ما تطلع، الناس دي على ما بتطلع من المكان ده لمحافظه المنوفيه او السادات ايا كان، بتكون في ناس ماتت. تمام، ف ارحموا من في الارض يرحمهم من في السماء. يعني انا عايزه اي حد يشوف الناس دي يقدر اللي هي بنته ابنه. وبرده بناشد القلوب الرحيمه، بناشد رجال الاعمال. مفيش تجاره احسن من كده مع ربنا. ومعايا مداخله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه
ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه سامي؟ ازيك يا امان؟ عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله يا امان. ايمان، ايه الاخبار عندكم؟ مش كويسه. ان شاء الله خير يا امان، وصوتكم يوصل ان شاء الله. و ادعوا ربنا معاكم. اتمنى ان صح، ان في حد ناس كتير تيجي تشوفنا. يعني مثلا احنا ناقصين، ما عندناش ميه، الميه بتدخل لنا بالساعه. يعني ممكن ما فيش حد ممكن ما يحصلش الميه، ممكن ما يملاش الميه اللي بنشربها، بس بنشتريها. يعني قوليلي نعمل ايه؟ معلش يا امان، ان شاء الله صوتكم يوصل وان شاء الله خير باذن الله. وغير كده وكده انها يعني كميه كبيره من الحالات تعبانه. يعني في مننا اللي عنده فشل كلوي، في مننا اللي عامل بدري، في مننا اللي عنده ايمان. اللي بيتعب بتروحوا بيه فين؟ ما بنروحش بيه حته، لان ما عندناش الامكانيات ان نروح. يعني على ما بتطلعي، على ما بتطلعي توصلي مستشفى عام او توصلي لاي دكتور بره خاص، بتاخدي وقت قد ايه؟ ده لو من لو لقينا عربيه. يعني ازاي مفيش مواصلات؟ لا طبعا، لان احنا في جبل، احنا جوه الحالات دي كلها في جبل جوه. ولو حد تعب بالليل ومفيش صيدليه، لو حد تعب ممكن يموت وما يطلعش. ان شاء الله صوتكم يوصل يا امان، وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انا ليا طلب عند حضرتك. اتفضلي يا امان. يا رب الناس تبقى سامعه صوتي بجد. يعني مش هنلاقيها، هنلاقيها من الصرف الصحي، نلاقيها من الميه، نلاقيها من العربيات، نلاقيها من الكشف ومن العلاج، كل ده ناقصنا. احنا بنناشد المسؤولين طبعا، اهم حاجه قبل الميه وقبل اي حاجه احنا بنناشدهم طبعا، وحده صحيه او اسعاف، وحده اسعاف او صيدليه على الاقل. ان شاء الله باذن الله صوتكم يوصل يا امان، ان شاء الله. بشكرك للتواصل يا امان. طبعا زي ما شفنا الموضوع صعب، صعب بجد. يعني انا عايزه اي حد شاف الناس دي حابب يساعدهم يا ريت. بناشد طبعا صحاب القلوب الرحيمه، بناشد رجال الاعمال. انا بقول لك مفيش احسن من كده، التجاره مع ربنا. عارف يعني ايه تجيب لحد علاج ياخده، يعني يمنع كلمه اه؟ دي اجرها عظيم جدا عند ربنا. وبناشد الساده المسؤولين طبعا اهم من اي حد، نسلط الضوء شويه على الناس ديت. وحده اسعاف، وحده صحيه. يعني لو اي حد من البلد اتبرع مثلا ب10 متر، مش هقول لك بقى مئات الامتار، 10 متر، لو صيدليه صغيره هترحم الناس دي حاجات كتير بصراحه. وطبعا كل الدعم والحب والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفر حياه كريمه، علاج على نفقه الدوله، حاجات كتير متوفره، محتاجين تسليط الضوء على الناس دي بصراحه. يعني انا بجد نفسي تعبانه والله العظيم، بجد مش قادره اتكلم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قرية عدنان عايشة عيشة غير أدمية بالمرة. يعني أنا مش عارفة إزاي الناس دي عايشة. يعني إحنا في بيوتنا نت وتلفزيون وبناكل ونشرب ومش عاجبنا الحال. إحنا مش عاجبنا الحال. أنا عايزة أقول للناس اللي بتقول الدنيا غالية، تحمد ربنا. الناس اللي بتقول الدنيا غالية نحمد ربنا. وبالبلدي كده نقول زي الست وجوزها في البيت، بتستحملي ظروف وتعيشي. الست الاصيله بتعيش، الست الاصيله بتعيش وتستحمل. الرئيس طبعا عمل معانا حاجات جميله، مفيش عشوائيات، وفر لنا حياه كريمه، عمل حاجات جميله بصراحه. وطبعا يعني برضو قبل ما الحلقه تخلص وقبل نهايه الحلقه، بناشد صحاب القلوب الرحيمه، تسليط الضوء على قريه عدنان تبع محافظه المنوفيه. وكده نكون وصلنا نهايه الحلقه، وبحبكم في الله.